بواقع 3 جلسات خلال الأسبوع، باشرت وحدة غسيل الكلى قصر مسعود بالقطرون في استقبال المرضى بعد أن بذل القائمون على المركز جهودا حثيثة لأجل افتتاح الوحدة لتخفيف المعاناة على المرضى الذين بحاجة لإجراء جلسات أسبوعية لغسيل الكلى. كنا نعاني في مشاق جسيمة، نذهب من منطقة القطرون إلى منطقة سبها على مسافة 350 كيلو، مكلفنا التعب وجهد من أجل الغسيل في الأسبوع 3 مرات في الأسبوع. نسأل الله إن مستشفي تمام وبناتهم ومرضات تسعى الله يسامحهم كويسات ومصبيات معانا تصبايا كاملة. تستوعب غرفة الجلسات 4 مرضى في آن واحد، وقد تم تدريب طاقم التمريض للوحدة المستحدثة عن طريق أطباء ذوي كفاءة في غسيل الكلى، وتمت الاستعانة بهم في منطقة تراغن المجاورة للإشراف المباشر، خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع المرضى وطريقة استخدام الأجهزة وتعقيمها. ومن ناحية الإمكانيات ومن ناحية توفير المواد كانت يعني شبه نقوله كاملة ومتوفرة. معاناة الناس اللي كانت تغسل برا انتهت حاليا، لكن بالمقابل برضو نطلب من إدارة الشؤون الصحية نتنسب الدكتور يعني بشراقة بالحالات، حاليا ما عندناش دكتور. بعد انتظارهم لسنوات وتحملهم لعقود كثيرة ليتمكنوا من إجراء غسيل الكلى داخل منطقتهم، اليوم سكان القطرون لم يعودوا بحاجة لتكبد معاناة السفر الشاق للوصول إلى مراكز طبية تقدم لهم العلاج خارج منطقتهم وبعيدا عن رفقة عائلتهم.